يا معلم. هي في كذا وحده. هو قلت لك كل سنه طيب يا اقوى معلم. انت كتير قوي. خليك اوكي رانرز يلا everybody يلا يلا حبيب قلبي حبيبي بدي يقطع سبع طبات وسبع اشخاص يوصلوا اول فريق بيوصل بيكون هو ربحان اول مره are you ready كب لي الطابه لفرجيك شيء من هنا ولا لازم على اخر كب الطابه كب الطابه لازم على اخر ستيب ولا من هنا احسن لك من فوق ما you have better way to get it ها قطعت انا فيني اركض بس ما بقطع هيك اذا لهون ممنوع اركض all right so تا اركض I have to be back here all right يلا 3 2 1 باش نقول لكم محمد عنده معناتها انوتخو موند معناتها عنده عالم اخر اذا كان العبد هذاك ما تفهموش معناتها يلزمك تحاول تفهمه معناتها ديجا البارح هو فيسع ما يتعصب واحنا معناتها كنا عندنا جو ومربوطين بوقت معناتها انا ان تون هو معناتها كي جي خذ بلاستي معناتها نورمالمون انا نلعب قبله هو جي خذ بلاستي وكي جي خذ بلاستي انا معناتها انكونسيامون قلت له ابعد محمد من مشتا قال لي شبيك تحكي هكا بيديك وما تحكيش معايا هكا بيديك وبدا يسيح وكل دونك ما نجمتش نرجع عليه ما نجمتش نحكي معاه معناتها تغششت عليه من الاول معناتها قلت له شبيك تحكي معايا هكاك وكهو هكا خليني في فصايبي انا برجع بيت الكل الدنيا انا غلطه لحظه But it's only a game. I'm hot. I want to tell you one thing. It's only a game. Okay? It's only a game. But في degree ديال الاحترام. واحد يقول لي أنا ما تعصبش على ربي. ما تعصبي على ربي. Sorry. كنا تيم واحد أنا وأمال وقويدر. صرات مشكلة وحنا لاعبين يعني في ان جو مع مسيو جورج وقويدر تعصب على امال ويعني مهم تعصب عليها بطريقة يعني ما حبتهاش امال وامال بكات دونك انا يعني ما كنلقاش فاسيلمون الكلمات تنهضر مع قويدر على ود حساس بزاف وما باغياش ندخل انا وياه في مشاكل ولا نقول له حاجه تجرحه ولا يقول لي حاجه تجرحني دونك طلبت المساعده من الاستاذ جورج باش فهمتي ما يكونش مشاكل بيناتنا عندنا غادي مشكل صغير مع سامون اند يو نو هو قويدر alright okay so each time بيكون مع فريق ما بيركز ومنجرب يعني بكل طاقتنا ان احنا نوصل له الفكرة انا مثلا البارح he was like sad and not in the mood or everything I was like what's up يعني كان بدي اساعده فقال لي انه في ناس بيحكوا ورا ظهري وهيك 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 قلت له أنا I'm too يعني أنا direct je sais pas cacher les choses ما نعرفش مثلا واخا نشوفك زعلان إذا ما معك حق ما راح أقول لك إنك معك حق so I was like جرب إنك أنت تعمل يعني مجهود وهيك
اوكي ثانك يو حبيبي. تا الناس يعني يحب، قلت له انه الناس اذا بيحكوا ورا ظهرك لانه نجربوا انه يحكوك، وانت ما كتقبلش يعني النصائح، ما كتقبلش الكريتيكس. فعصب وقام صرخ بوشي وهيك، وقال لي قلت له لازم تكون حبوبة الناس تحبك، ما تقول انا I don't give a damn about anybody, I do whatever I want and I just don't give a damn about anybody. Yeah, you choose this choice and you don't give a damn about anybody. Yeah, you يعني you do your best to be lovely and friendly with everybody. 100% تيكون يعني في يعني انسجام. ميمي قال لي مين انت تتعطيني نصيحه، مين انت سوري بس مين انت تتعطيني نصيحه؟ قلت له ام سوري ام نوبري. هالو موتو، الو الو ابو قادر، ابو المدنات، كيف حالك حبيبي؟ حبيب قلبي، شو اخبارك؟ والله تمام، كيف اخبارك؟ سألك مشتاق لك ولك، انا اشتقت لك لله يا سلمي. اسبوع ما بتحكي، ايش اسوي فيك؟ انا عارف. اسمع 85 كل بسلم عليك، الكل بسلم عليك. واسمع بس اقول لك شغله، اي شيء مضايقك ما تخليه ياثر عليك، يعني اي شيء مضايقك سيبك خليه على جنب وخليك بحالك، ركز على حالك وضبط كل شيء. بس انت مبسوط منك كويس حبيب، انتوا فاهمين كل شيء صح؟ ايه انتوا فاهمين كل شيء. فاهم، بس في ناس انه ممكن ما يفهم هاي الشغلات، بس انا عارف انه انت من جوا متضايق، بس عشان هيك عم بتعصب زياده. انا عارف انت ما بتقدرش تقعد بمحل، بدك تطلع. انا عارف والله عارف. طول الدنات البيت نص ساعه تقعد تطلق. بس ما بعرفش اقعد ببيوت انا يا زلمه، مو بتعرف. سلم على كارن كثير بشرفك. خلص بوصل سلم عليك كثير حبيبي. وخلي وشد حيلك و... انا كم محلاوي انا عندي. عندك شي من يا قويده. انا كم محلاوي انا عندي، مخيل كل محلاوي واحده. مخيل تعي محلاوي، طخي. والله انا محلاوي حياه الله. لو شو صار معك يا محمد، او ماي جاد، حاطين لنا نفس ما صار، خاطر نعرفك مهبول ونقصدك في مخك هذيك. على نورمال نورمال. اسمعي انت يا معلمه، عشان هيك الموضوع لما ما انا ماسك هاي في نظام. انا خلي انا مجنون. انت تعرفني كي نلعب انا كيفاش نبدا مخي. يبدا مخي مشكلتي نحب نربح. مشكلتي ايه؟ قطعتي قلبي. احنا قطعتي قلبي. بسم الله عليك. قطعتي قلبي. قلبي خطه يا تشي، قلبي يا هنا في يا حبيبي. تعالي اقعدي. لازمك تراضيني، بس تراضيني لازمك تغني لي اغنيه. اغني لك اغنيه، مغني لك احلى اغنيه. عبد الله محمد بيولع بدقيقة وبيروق بثانية، وأول استنتاج توصلنا له أنه عصبي وقلبه طيب. بعد البريك